محمد يقول دكتورة كان والدي يمشي عاري أمامنا وإحنا صغار، هل تعد من أشكال الصدمة؟ أعتقد أنه راح يكون عندنا مشاكل في الهوية الجنسية. هل أنها بتوصل لحالة الصدمة؟ يعني إذا الهوية الجنسية تشوهت أنا بعتبرها صدمة، إذا الهوية الجنسية تشوهت، لأنه مرات يعني في وقت للنضج الجنسي، ما المفروض انه يصير قبل، ما المفروض انه يصير بعد، في وقت للإدراك الجنسي، في وقت للوعي تجاه الهوية الجنسية. فكون انه انت تشوف مشهد، تشوف شخص، تشوف العملية الجنسية، اي شيء تابع لهالقصة في وقت مبكر يؤثر على الهوية الجنسية واعتبرها صدمة. نوال حبيبتي تقول نظفت السول ديتوكس والوعي الطفولي والموسيقى والتنفس. أوما كلهم ما شاء الله عليك. السنة الماضية حصلت لي قفزة وعي وأصبحت نسخة جديدة، لدرجة أوقات أحس أني مو أنا اللي أعرفني. أكيد إذا كانت هوية جديدة يعني شخص ثاني ما تعرفينه. بالحلم قلتي لي عيدي السول ديتوكس 3 مرات وأنا أخذت تنظيف المستقبل، هل أطبقها وأعيد السول ديتوكس؟ والله ودي تاخذين وقتك في تنظيف المستقبل، يعني انت نموذج ممتاز لانك تشتغلين على تنظيف المستقبل، ودي تركزين على تنظيف المستقبل، وخلينا شويه يمكن مع الايام يظهر لك شيء يحتاج تنظيف ترجعين للسول ديتوكس، بس حاليا ركزي على تنظيف المستقبل. صديقتي جوري تقول هل ممكن تكون الصدمة فترة من الزمن وليس موقف؟ في عمر 12 تغيرت مدرستي ومجتمعي فترة قصيرة وتغيرت بعدها كأنه صار في شفت، لا زمني رقم 327 من بعدها. جدا ممكن، ممكن انت مثلا فجأة يصير في حالة حرب فتضطر انك تنتقل للبلد ما شفت الحرب، لكن الانتقال كله كذا مفاجئ، انتقلت لمجتمع جديد، بيئة جديدة، يعني كان في كذا شيء مركب مع بعضه، هذا تعتبر صدمة مركبة، مدرسة جديدة، أكل جديد، ناس جدد، لغة جديدة، يمكن الحالة المادية صعبة، يمكن الحيرة والظروف والشك عشتها مع أو عشتيها مع أهلك، فيصير مرات كذا، مرات فترة مثلا زمنية، مثلا امرأة تحمل بعدين تولد، هي مو مستعدة، مو جاهزة، مو جاهزة للأمومة، مو فاهمة موضوع الحمل، بعدين تولد، بعدين تنصدم بالموضوع، يعني تقعد تدخل في حالة اكتئاب، تقعد فترة طويلة وهي مصدومة، هي في نفس القصة، فهي فترة ما هو حدث. مرات الشخص مثلا لما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، مرات الشخص مثلا في بداية الزواج، في بداية الطلاق، فتجي على فترات، نعم نعتبرها مركبة وقتها لأنها تصير سلسلة من الأحداث، سلسلة وكأنها مجموعة صدمات تختلف في قوتها. صديقتي تقول اكتشفت انه الاديان صناعة بشرية، هل تعتبر هذه صدمة؟ طبعا انت ما ادري من اللي قال لك هالمعلومة او يعني اقنعك بهذه القناعة. انا اعتبر انه بعيدا عن صحة المعتقد او عدم صحة هذا المعتقد، وانا سبق اني قلت لكم انا مش مع تغذية الناس بمعتقداتهم، لاني انا طلعت من غسيل دماغ عجيب يعني بسبب تغذية المعتقدات، فما أحب أنه تتغذى المعتقدات بهذه الطريقة. لكن أنا أعتبر أنه أنت تجيب معتقد لناس مثلا عندهم معتقد نقيض، خلنا نقول مثلا ناس يؤمنون بدين بعدين تقولهم لا ترى هذا الدين غلط، أو تعالوا بثبت لكم هذا، أو يؤمنون بفكرة مثلا أنه هذه أمي مثلا بعدين تثبت لهم أنه لا هذه مو أم، يعني مثل هذه الأشياء تعتبر صدمات الإنسان ما يتحملها، ممكن إنسان يموت، ممكن إنسان يموت بهذه الصدمات المعرفية، الصدمات الفكرية، من الممكن إنه الإنسان يموت، ما يتحملون كل الناس هذا الشيء، ومن الممكن إنه أنت تلقى ناس تقاتل أيضا الحقيقة لأنها ما تقدر تتحملها، من الممكن إنه أنت يقاتل أيضا الأشخاص اللي يحاولون أنهم مثلا يوسعون إدراك الناس بسبب أنه ما يتحملون أنهم يشوفون الرؤية الأوسع. لذلك أنا أرى دائما أنك أنت تحمي معتقداتك. أنا بالنسبة لي لا يمكن أسمع لأي شخص يشرح لي ديني، عندي القرآن، لا يمكن،
يعني شخصيا ها انا ما ادعوك انك تكون مثلي، انا ادعوك انك تكون احسن مني، بس ما اعرف وش الطريقه اللي احسن. انا بالنسبه لي شخصيا عندي القران، ما احتاج اني اسمع لاي احد، موجود القران عندي، وما في نبي ولا في رسول ولا في احد معصوم، لذلك كله يخبط على كيفه يعني زي ما نقول، صح ولا لا؟ ففي اشخاص كذا يعني يحطون انفسهم في موقف انهم يبغون صدمات معرفية، وفي اشخاص عندهم هوس في انهم هم يعطونك نقيض كل ما تؤمن فيه على انه شيء مسلم، على انه شيء يعني مؤكد مختوم، هو متأكد من الموضوع، هو مشيك واكتشف انه الاديان صناعة بشرية، متأكد ها جايب الختم معاه مرة مضبط المهم، متأكد شيك على كل شيء، متأكد يعني اوكي. فالطرفين ترى فيهم شوية يعني مرات تشوف بعض الاشخاص يتحدثون عن معتقداتهم كأنها يعني انتهى الموضوع، قاعد في كل الكراسي ولف الصورة من كل الاتجاهات وكذا، ومرات الناس تاخذها بطريقة كثير يعني بسيطة، وكثير تنتقل يعني ياخذ ايمان الشخص، ياخذ ايمان الشخص، ما يحط الفكرة على الطاولة ويناقشها. لذلك انا ادعوك انك انت تحطين هذه الفكرة على الطاولة تناقشينها، والشخص هذا اللي برضو يعني لا يعني انه في انسان امن فيها انه انا لازم اؤمن فيها، لا يعني، لا يعني انه هو امن هو وصل لنتيجة، يمكن انا اوصل لنتيجة مختلفة، يمكن انا اوصل لزاوية بعيدة تماما عن الزاوية اللي الشخص هذا يقولها. لكن الصدمات المعرفية موجودة، وهي قوية وكثيرة وكبيرة، وتهز الناس وتصدمهم وتؤلمهم وتخربط عليهم حياتهم، ومرات تخربط عليهم إيمانياتهم، ومرات تدخلهم في حالات من القلق، مرات تدخلهم في حالات من الحزن، مرات تدخلهم في حالات من التأنيب. ذلك مهم انك انت ما تسمح لاحد انك انت تفك برمجة على حساب برمجة اخرى، وانت لما تفك تفك اوكي، ما تفك عشان تاخذ ايمان احد. فنو حبيبتي تقول الشهر اللي فات كنت معاك بالتنظيفات العميقة، وبنهاية التنظيف حلمت تحرش تعرضت له بالطفولة بعمر 6 سنوات، كنت ناسيته تماما ولا كنت فاهمة ان هذا تحرش، هل أنظف الصدمات أو أنتظر فترة بعد التنظيفات العميقة؟ حبيبتي أول شيء أنا سعيدة أنه أنت وصلتي لهذه النقطة، لأنه يعني أنه اشتغل الموضوع، يعني أنت شلتي طبقات 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 ووصلتي هذه الطبقة، الآن أنت جاهزة ومستعدة، وحتى شوفي كيف تطرحين الموضوع، يعني ما في كثير دراما، فأنت وصلتي لهذه القصة لما صرتي جاهزة أنك أنت تحملينها مشاعرياً. وكثير من القصص اللي احنا مخزنة في اللاوعي راح تطلع، راح تطلع، بس انت تستخدم معها ادوات لاوعي او مع التنظيفات اللي فوقها تطلع لك على السطح، تطلع على السطح. لكن اذا خليتها ستظل اشياء سودة مهببة تحت الطاولة ما تدري عنها. ذلك ممكن تلقين الان عندك مشاكل في الانوثة والذكورة، عندك مشاكل مع الرجل، عندك مشاكل في، وتقولين من وين جاي الموضوع، من الان عرفتي، الآن بيّن الجذر، الآن طلع الجذر أنه أوه واو أنا مريت بتحرش بس مخبي للعقل اللاواعي. أنا أعتقد أنه الوقت المناسب لتنظيف هذه الصدمة، هذا هو الوقت المناسب لتنظيف هذه الصدمة. مروة حبيبتي تقول أنا من عشيرة يرجع نسبها إلى الإمام الحسين عليه السلام، اكتشفت أن شعوري العميق هو الحزن. أها قصدك صدمات جماعية. اشتغلي على الحزن، اشتغلي على الحزن. صديقي يقول انا ما اعرف ايش صدماتي واحس ما عندي، هل يحتاج اني احط النية وانظف؟ لا لا تنظف، بس حط النية. تقول انا ما ادري انك قاعد تفلسفين علي وازعجتيني بموضوع الصدمات، ما اتذكر ان عندي صدمات، ايش تبغين اسوي بالضبط؟ اوكي حط النية، بس حط النية وخلفية الجوال وشوف الفيلم بس، وخليك معانا انستغرام لايف، خلنا نشوف، خلنا نشوف. ما هو إذا كان في صدمة راح تبين هي أو تبعاتها، راح تجيك الرسالة، وإذا ما في صدمة برضو راح يبين، فخلنا نكتشف. خصوصا أنه الآن عندنا وقت،
عندنا وقت، لا يجي احد اخر الشهر يقول الحقوا الان عندنا وقت.